أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية الغربية، حيث تتأثر هذه المناطق بحالة من عدم استقرار الجوي. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض هذه الليلة، حيث يتوقع أن تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار نتيجة لتأثر العاصمة الرياض وعموم المنطقة الشمالية من منطقة الرياض بحالة من عدم استقرار الجوي. 11 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة، 11 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس مستقر لكن بارد نسبيا. سكاكا 17 إلى 7، عرعر 16 إلى 5، تبوك 21 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 26 إلى 17، جدة 32 إلى 20، مكة المكرمة 29 إلى 19، والطائف فرصة زخات من الأمطار 21 إلى 12 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية حيث تتأثر بحالة من عدم استقرار جوي. أبا 17 إلى 8، الباحة 16 إلى 8، وجزان 28 إلى 24 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار خاصة فوق المرتفعات الجبلية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، حفر الباطن 18 إلى 8، الدمام 24 إلى 13، والإحساء 22 إلى 9 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، فرصة لزخات من الأمطار 15 إلى 9، بريدة 18 إلى 12، وحائل 14 إلى 9 مع أجواء غير مستقرة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.